اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. الله عز وجل يقول في سورة التوبة في الآية 40: إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني إذا أنتم تأبيتم أن تنصروه، يا الله ناصره. لكن في سؤال: الله عز وجل أرادنا أن نرقى عنده بنصرة أنبيائه، فإذا استنكفنا فهذا شأننا، عندئذ ينصرهم هو. لكن أراد الله عز وجل أن يترك نصرتهم لنا لنكسب العمل الصالح، هو قادر بأي لحظة أن ينصرهم، ولكن حينما تقف موقفا مشرفا من نبي كريم، حينما تدعم داعية صادقا، حينما تقف مع الحق، حينما ترفض الباطل، تكون قد نصرت هذا الدين. يعني ماذا تفهم من قوله تعالى: إن تنصروا الله؟ والله يحتاج إلى من ينصره، هو القوي، كن فيكون، زل فيزول. ولكن المعنى أنك حينما تدعم دينه، حينما تقوم وتصلي وفي عدد كبير لا يصلي، أنت إذا قمت إلى الصلاة نصرت دينه، حينما تدافع عن مؤمن نصرت دينه، حينما تذب عن الحق نصرت دينه، حينما تدعم إنسانا مستقيما نصرت دينه، حينما تنطق بالقرآن نصرت دينه، حينما ترفض كلام أهل الكفر نصرت دينه. والله الذي لا إله إلا هو، هناك مليون 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 طريق لنصر هذا الدين. الله عز وجل قوي عزيز، لا يحتاج من أحد أن ينصره، ولكنك إذا نصرت دينه ارتقيت عنده، وإذا نصرت دينه نصرك. والآية الكريمة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الآية الأولى: وما النصر إلا من عند الله. النصر الحقيقي من عند الله. قد يكون هناك وسائل، قد تملك سلاح وقد لا تنتصر به، قد تملك الرجال وقد لا تنتصر بهم، قد تملك العتاد وقد لا تنتصر بها، أما النصر من عند الله. أول حقيقة في الدين: وما النصر إلا من عند الله، هو الناصر. الآن هذا النصر الذي هو من عند الله له ثمن، ما ثمنه؟ إن تنصروا الله ينصركم. تنصر دينه، بتدافع عن المؤمن، تقف مع الحق، تحكم بالعدل، لا تأخذك في الله لومة لائم، أنت إذا نصرت دينه. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.